شكرا مطلق، شكرا لبقية الزملاء. بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا حفلنا الكريم عشاق الأصالة والتراث محبي سباقات الهجن العربية الأصيلة، تتواصل إثارتنا ومعطياتنا في ثاني أيام مهرجان سيدي الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. منذ لحظات قليلة انطلق شوطنا الخامس مخصص للحقائق البكار، ومسافته هي 4 كيلومترات. انطلق بالوصف لأرى وصف من تحتل المركز الأول، لنصف تقدمها وإقدامها لهذه المجاميع للسيد حمد بن محمد بن سعيد العفاري، وصف تحتل مقدمة الشوط، بينما الانتقال على المركز الثاني لنجد من تحتل ثاني المراكز الشاهينية للسيد ناصر بن راشد بن محمد الزبداني المري، والدور دور المركز الثالث لأجد صملة. تنطلق صملة الصاملة للسيد محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، والدور دور المركز الرابع لأجد منصورة لمحمد بن سيب بن سالم بو ضبيعة، والمركز الخامس نتعرف على زعفرانة لعلي بن عبد الله بن سالم المسافري. هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، والكل يبحث عن الناموس وعن الجائزة العينية المرصودة لهذا الشوط. سيارة فخمة في الانتظار، وصف ما زالت تضبط الإيقاع، ما زالت تقدم الإمتاع والإبداع في المركز الأول. وصف بكرة حمد بن محمد بن سعيد العفاري تستأنس بالمقدمة، وبالتالي متكيفة مع أجواء الصدارة والمقدمة. الدور دور المركز الثاني، هنا صملة تتقدم مع أحد الشعارات الصاملة، أحد الشعارات القوية، شعار بن ثلاب، شعار غني عن التعريف، يحتل المركز الثاني مع صملة لمحمد بن راشد بن ثلاب الهاجري. الدور على صبا من تحتل المركز الثالث، صبا للسيد احمد بن عتيق بن سعيد الرميثي هي المحتله للمركز الثالث، بينما ارى المركز الرابع منصوره لما محمد بن منصور بن سيف او محمد بن سيف بن سالم بو ضبيعه، والمركز الخامس هجوم قوي من الأصايل. معركة السلالات هنا، الكل يختطف يتخطف المراكز يبحث عن طوق النجاة من هذه المعركة. يا الله، 40 اسما تقريبا منتصف الشوط في موقع واحد، ولكن شوفوا التغيير، شوفوا البكرة القادمة. الله يا ارتياد، ديروا بالكم على ارتياد وليد بن علي بن ثامر الشهري ضيفنا العزيز القادم من المملكة العربية السعودية. نرحب بكل الأشقاء. ارتياد على المركز الرابع، بينما المركز الخامس من هناك مدللة لعلي بن ساعد بن سالم الهاشمي. يا سلام، الدلال سيكون لمن تتحرك مدللة. إني أحبك رغم أني عاشق، سيم الطواف وضاق بالأعتاب، هل كان عدلا أن حبك قاتلي؟ كيف استبحت القتلى للأحباب؟ هل سنستبيع الكيلو متر الأخير؟ بالفعل تستبيح الأصايل هذه الأمتار المجنونة. شوفوا ارتياد، ارتياد الشهري ترتاد الصدارة، تنطلق مع المركز الأول وليد بن علي بن ثامر الشهري، المركز الثاني انخطف المركز الأول مع بشاير لسعيد بن غصاب بن مصبح راعي الطيرة العامري قائد مصانع الجنوب، ولكن ارتياد هذه المزيونة هذه المدللة، ولكن قائد مصانع الجنوب يأتي بالبشار مع بشاير على المركز الأول. المركز الثالث أيضا تتدخل العنود، حمد بن راشد بن محمد البريس المري، تتدخل فرقة البريس السريعة مع شعار العنود. الله الله، قائد مصانع الجنوب مع بشاير، بشاير والعنود، السيارة لمن؟ الناموس لمن؟ بشاير على الصدارة، بشاير على المركز الأول، سعيد بن غصاب بن مصبح راعي الطيرة العامري، العنود على المركز الثاني، حمد بن راشد بن محمد البريس. الله،
وهكذا عاندت العنود الجميع وتفوقت على الجميع. وبشاير بشاير العنود من سيزف البشرى بالناموس قائد مصانع الجنوب يزف البشاير مع بشاير والسيارة الثالثة في رصيد بشاير. الله يا بشاير، تهانينا لسعيد بن غصاب بن مصبح راعي الطير العامري المركز الثاني، العنود لحمد بن راشد بن محمد البريس المري المركز الثالث، كان من نصيب الجافل لحمد بن سعيد بن محمد آل سلمين المنصوري، والمركز الرابع جاءت في صبا لحمد بن عتيق بن سعيد الرميثي، والمركز الخامس كان مع وصف لحمد بن محمد بن سعيد العفاري. إذن بعد سيارة ميدان الوثبة وسيارة ميدان اللبسة تضيف بشاير السيارة الثالثة لها في هذا الموسم، وهذا إن دل فإنما يدل على غزارة عطائها في المحافل الكبرى. التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام 5:54 1:41. تهانينا لسعيد بن غصاب بن مصبح راعي الطيره العامري، المركز الثاني حلت فيه العنود وايضا قدمت اداء ممتاز. توقيتها الزمني لحظه الوصول 5:54 و55. تهانينا لحمد بن راشد البريص المري المركز الثالث، كان مع الجافل وتوقيتها 5:55.86. هو توقيت الجافل للسيد حمد بن سعيد بن محمد آل سالمين المنصوري، وهو مالك الشعار الذي توج بالشلفة الفضية مع بغداد. تتواصل الإثارة، شوطنا السادس ينطلق، وأنقل الكلمة والميكروفون